اليوم مساء الخير. كيف حالك سعادة قمص أثناسيوس؟ أنا أسامة عبد الله من أمريكا سعادة قمص، لعلك بخير يا فندم. لا معلش قمص القناة بتريح من زمان الناس. أمال سعادتك مين يا فندم؟ أنا حفيده. أنت حفيده؟ أهلا وسهلا بيك. امال سعادتك برضو قس الكنيسه ولا ايه؟ وغاطين وغاطين مثلا شقاعه وغاطين فول يعني ما في حد بيزرع ملح؟ لا 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 دي حاجه ودي حاجه معلومه. طب يا استاذ اسامه حضرتك انت راجل يعني راجل كبير برضو راجل مهم، بالنسبه لموضوع الوهيه المسيح يا استاذ اسامه يعني بتؤمن ازاي بان المسيح هو الله؟ طب ده رد عليك واحد جسيم المفروض. طيب استاذ اسامه خليني اقول لك حاجه، استاذ اسامه الكتاب المقدس بيقول في اعتقد العبرانيين الاصحاح 9 العدد 27 كما وضع للناس مره ان يموتوا ثم بعد ذلك الدينونه، يعني بمعنى اخر ان كلنا هنموت وبعد الموت في القيامه او الدينونه. طبعا لما تيجي حضرتك يوم القيامه او يوم الدينونه اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يسالك مش هتقول له اسال القس او اسال الغائب او اسال ابونا، لان ربنا هيسالك انت مباشره. في الحاله دي حضرتك هتعمل ايه؟ هتقول له معلش انا ما عنديش خبره اسال ابونا؟ يوم القيامه هتعمل كده؟ من ناحيه انا بسال حضرتك سؤال، انا بسال حضرتك سؤال اهو، بتقول لي اسال واحد اسال ابونا مثلا او اسال القس. اسال ولا انا بقول لك ليه اسال؟ انا بقول لك ليه اسال كتير؟ عشان انت حضرتك شكلك دارس. ايوه اكتر مني انا بس استاذ اسامه اللي بدارس وعايز مناقشه وعايز مواجهه. يا استاذ اسامه انت لا يا استاذ اسامه استاذ اسامه انت فهمت غلط، انا ولا الان في مناظره معاك ولا في حوار معاك. لا ما طريقه كلامك يا استاذ اسامه اسمعني بس ارجو تسمعني لاخر. استاذ اسامه انا وانت هنموت والاعمار بيد الله والكتاب المقدس بيقول كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. استاذ اسامه انا وانت بنؤمن ان بعد الموت ما فيش حد بيرجع للدنيا يا استاذ اسامه. انا وانت بنؤمن بعد الموت في قيامه في دنيويه وان الله سبحانه وتعالى يحاسبنا كل واحد حسب عمله. هل انا اما اجي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا اقول له لا مؤاخذة انتظر يا ابونا فلان تعالى خد المايك رد عليه يا ابونا فلان؟ ولا تعمل ياما ما ينفعش. ربنا عنده ملكات طيب. ممتاز ربنا ما عندوش ملكات ممتاز، اذا ربنا سبحانه وتعالى هيسالك انت شخصيا بقى فانت المفروض تعرف الرد. فانت الوقت انت بتعبد ايه؟ بتعبد ايه؟ ايوه انا بقول لك هتعبد يسوع ازاي؟ ايوه ما انا ربنا هيسالني انا الحمد لله حضرتك لما نبقى موجودين هناك مع الرسم على الطبيعه. طب حضرتك بقى اين قال يسوع انا الله في الكتاب المقدس؟ يعني انت حضرتك هتبقى موجود وكلنا هنبقى موجودين وهيسال واسمع كتاب وليه وده اسمعنا انا ابويا مش تحت شرط اقول لك الوقت يعني. طيب يعني الجنين لما يحل على رجل اليقين تختلف. يعني انت حضرتك ما عندكش اي مشكله خالص ان انت تموت على ما فيه؟ مش مشكله ده الحق او مش الحق ما تفرقش معاك. لا انا عارف دول، انا عارف ان كل ما انا وصلت 25 سنه. ايوه ايوه 25 سنه ايوه عارف دول ان ديانت على حاجه وكنت الشجاعات عليها. احسنت، ما انت لو كنت عارف كنت قلت لماذا تعبد يسوع اين قال يسوع عن الله؟ ما انت لو عارف كنت قلت. انا مش هحشر انا مش هحشر اقول لك انت. نعم مش بتاعت شرط اني اقول لك انت. لا بص يا استاذ اسامه الكتاب المقدس بيقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. الكتاب المقدس بيقول من ينكرني امام الناس انكره امام بابا الذي في السماوات. الكتاب المقدس يقول فتشوا الكتب لانكم تظنون لكم فيها حياه ابديه. الكتاب المقدس بيقول مستعدين دائما لمجابه كل من يسال. المفروض انت تكون عارف يا استاذ اسامه انت بتقول المسيح والله، لماذا؟ ما في نص من الكتاب المقدس المسيح، لماذا تعبد شخص لم يطلب العباده لنفسه؟ لماذا تعبد شخص لم يقول انا الله؟ سبحان الله. انا هديك دليل على ذلك يا استاذ اسامه، اعتقد الكلام ده موجود في انجيل لوقا 16 تقريبا. لو عند حضرتك في انجيل لوقا 16 خليني بس اتاكد من النص لو سمحت. خليك معايا قصه بتوضح لك المساله اللي انا بسالك فيها، ثواني بس. خليك معايا دقيقه واحده بس.
انت طبعا عارف قصة الغني وسيدنا ابراهيم، صح؟ ارجع لانجيل لوقا 16 19. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز ويتنعم كل يوم مترفها، تمام؟ وكان مسكين اسمه العاذر الذي طرح عند بابه مذوبا بالقروح، واشتهى ان يشبع من الفتات ساقط من مأذن الغني، كانت الكلاب تاتي وتلحس القروح. فمات المسكين وحملته الملائكه على حضن ابراهيم، يعني دخل الفردوس. ومات الغني ايضا ودفن، خد بالك بقى، فرفع عيناه في الهاويه وهو في العذاب. خلي بالك الهاويه اللي هي الجحيم النار يعني جهنم. وراى ابراهيم من بعيد والعاذر في حضنه. يبقى فين الغني؟ في جهنم. فين الفقير؟ في الحياه الابديه. طب ايه اللي حصل؟ فنادى ابي ابراهيم ارحمني وارسل العذر ليبل طرف اصابعه بالماء ويبرد لساني، لاني معذب في هذا الليل في الجحيم. فقال ابراهيم: يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك، يعني في الدنيا اخذت كل اللي انت عاوزه، وكذلك العذراء البلايا، والان هو يتعزى وانت تتعزى، هو الان في النعيم وانت في العذاب في جهنم. والان اسمع، وفوق كل هذا بيننا وبينكم هو عظيم، قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ها هنا اليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يقدرون. فقال: اسالك اذا يا ابت ان ترسلوا الى بيت ابيش. الان اسمع، لان لي 5 اخوات حتى يشهد لكم لهم، لكي لا ياتوا ايضا الى موضع العذاب، ياتوا لجهنم. قال له ابراهيم: انت الشاهد، عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا ابي ابراهيم، بل اذا مضى اليهم واحد من الموتى يتوبون. فقال: لا، ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء، ولا ان قام واحد من الموتى يصدقون. الشاهد من هذا خلاص فرصتك انتهت، فرصتك انتهت، انت مجرد مت خلاص فرصتك انتهت، مش هترجع للدنيا تاني ويبعت لك نبي تاني. ولو انت الدين بتاعك هتكتشف ان هو دين ليس هو الحق، خلاص مفيش فرصه، استوفيت فرصتك في الدنيا خلاص، ما في رجوع للدنيا. فهمت يا استاذ اسامه ولا ما فهمتش؟ خلاص الموضوع خلص، ما تقوليش انا متاكد وانت حتى ما انتش عارف متاكد فين. استاذ اسامه، ما في نص الكتاب المقدس المسيح قال على الله؟ ما في نص الكتاب المقدس المسيح قال انا اعبدوني؟ ما في نص في الكتاب المقدس المسيح قال انا الله الظاهر في الجسد؟ ما في نص في الكتاب المقدس قال تكلم الخطيه الاصليه اساس عقيده التجسس والفداء؟ ما في نص في الكتاب المقدس قال انا الله الابن؟ ما في نص في الكتاب المقدس قال انا الله الكلمه؟ ما في نص في الكتاب المقدس قال انا الله الحكم الثاني؟ مش موجود يا استاذ اسامه، مش موجود. الدين اللي انت بتؤمن بيه مش موجود في الانجيل. والكتاب المقدس يقول ايه؟ يسوع يقول: وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وسائل. الشاهد من هذا الكلام يا استاذ اسامه، يعني انت حضرتك راجع نفسك، يعني يوم القيامه مش هتقول ربنا انت على ابونا فلان يرد عليك، اصل انا مش قارئ، ابونا فلان يعرف، ولا عند ابوك فلان، ولا عند حد، ولا ابوك شنوده كمان. يبقى الكلام بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ فهمت؟ ونعم بالله. طيب. استاذ اسامه مع الف سلام. السلام. كان معاكم الان على الهواء مباشره حفيد القمص اثناسيوس الزخاري. بلاش بقيه التفاصيل بتاعته. اللي بعده. الله يهدي الجميع. الو، مساء الخير يا فندم. ابونا ديمتريس موجود؟ مين معاك؟ النمره غلط يا فندم. النمره غلط يا فندم. ايه النمره غلط يا فندم؟ نمره ايه اللي غلط؟ اذا كانت بتقول مين معانا؟ منظرك سيء ليه كده يا سعاده القس؟ ليه كده منظرك مش كويس يا سعاده القس؟ ايه اللي النمره غلط؟ نمره ايه اللي غلط يا سعاده القس؟ ها؟ والمدام بتقول مين معايا؟ يعني لو النمرة غلط ما تقولش النمرة غلط المدام، كانت تقول النمرة غلط المدام. منظرك ايه الوقت بالله عليك كده؟ معانا القس ديمتروس الصليب قس. زوجته ردت بقول لها ابونا ديمتروس موجود، تقول لي مين معايا؟ دخل القس على التليفون الثاني وقال لي النمرة غلط. القس ديمتروس الصليب قس. ايه رايك يا سعد؟ او قفل التليفون. تاريخ الصيانه 8/11/91. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ها؟ اعمل لنا بحث على الرقم ده يا اخوه.
في الاتصالات المصرية 2088 يا اخوة، حد يعملها بحث عليها. اديكم الرقم بالكامل ثواني، دي بس 2088 ثواني 002088. يلا يا اخوة حد يعملها عليها بحث. في الاتصالات المصرية، ايه رأيكم المسخرة اللي انتوا فيها ده؟ القس ديمترو الصليب قسط، تاريخ الصيامة 8/11/91، كنيسة الأنبا بشاي والأنبا بطرس أبانوب أسيوط. بمراته بتقول مين معانا، هو بيدخل من التليفون الثاني يقول لك النمرة غلط يا فندم، النمرة غلط يا فندم. شفتوا الفضيحة؟ أهو الفضيحة أهو، يلا مسار الفضيحة. رقم التليفون الكود بتاع البلد 88، الرقم 2500235، اسم المشترك ديمترو الصليب، فئة المحاسبة منزلي، رقم الحساب 3001989956961. ايه يا عباد؟ ضعها تاني يا منياوي، ضعها تاني يا منياوي. ثواني كده بقى، خلينا ثواني ثواني، تعالى بقى. شفتم بقى ابوكم الكذاب؟ ضعها تاني يا منياوي. ايوه ضعها تاني، ايوه ظهرت ضعها تاني. ادي بيانات القس كلها على التكس، هتوضحها تاني من يوم. وضع القس ايه حسب الكتاب المقدس؟ القس ديمترو الصليب وضعه ان هو كذاب ابن للشيطان. مين اللي بيقول كده؟ يسوع، مش انا، يسوع. الكتاب المقدس يقول في يوحنا 8:44، انتم من ابو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذلك كان قتال الناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب؟ فانما تكلم بما لأنه انه كذاب وابو الكذاب. الكذاب في الكتاب المقدس ابن للشيطان. سعادة القس ديمترو الصليب ابن للشيطان، مش انا اللي بقول كده يسوع. والكتاب المقدس ما حكم الكذاب؟ الكذابون لا يدخلون الملكوت، مش داخل الملكوت. والله شيمة، عار عليهم والله، عار. اللي بعده الاتصالات فضحتهم فعلا. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. ابونا بولس موجود؟ من حضرتك؟ انا اسمه اسامه عبد الله من امريكا يا مدام. طب لحظة، شكرا، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير، كيف حالك؟ سعادتك ام بولس، لعلك بخير يا فندم. نعم، بقول لعل سعادتك بخير. ايوه، بقول لعل سعادتك بخير. انا اسمه اسامه عبد الله وبكلم حضرتك من امريكا سعادة قمص. اسامه عبد الله؟ لا، وسام عبد الله سعادة قمص. نعم، اسمي وسام عبد الله. اسم حضرتك وسام عبد الله؟ ايوه، سعادة قمص بولس. من ابنه؟ لا يا فندم، انا بكلم حضرتك من امريكا يا فندم. ايوه، حضرتك منين؟ انا مش بتكلم من امريكا، جيت منين؟ انا من عنيزه يا فندم. نعم؟ من عنيزه، من القصيم. الكتاب المقدس يا فندم بيقول مستعدين دائما لما جاوبت. الكتاب المقدس مستعدين دائما لما جاوبت كل من يسالكم عن سبب الرحمة. يا عزيز الفاضل. ايوه، اصبع على خير. ليه كده يا فندم؟ الكتاب والمستعدين وانت بتهرب. معلش ليه يا فندم؟ انا بسالك سؤال في الدين، تهرب ليه؟ ايه اللي معلش؟ ايه اللي ظروف اللي عندك؟ ظروف ايه اللي عندك؟ ما انت بتقول لي انت من افانوس والدين،
منظرك يا راجل عيب عليك ما يكون راجل دين وراجل قمص ومعروف، واحد بيسالك سؤال في الدين وتقول لي معلش معلش، اروح اصرفها من البنك. هو انا بسالك سؤال مش في الدين، مش عيب عليك؟ راجل كاهن وقمص وبقول لك مستعدين دائما لمجاوبك كل ما نسالك تقول لي معلش معلش. ايه معلش معلش دي؟ هو انا بسالك سؤال في الدين، ايه معلش معلش؟ كتابك المقدس بيقول كده، مستعدين دائما لمجابه كل ما نسالكم، ما بيقولش مستعدين للهروب، مستعدين للاجابه مش للهروب. ايه اللي معلش معلش؟ معلش معلش يعني ايه؟ قفل التليفون. ادي الهراب الثاني، الهراب الثاني القمص بولس كيرلس جرجس، القمص بولس بولس كيرلس جرجس، كنيسه ماري يوحنا المعمدان ابانوب اسيوط، القمص بولس كيرلس جرجس، كنيسه ماري يوحنا المعمدان ابانوب، تاريخ الصيانه 1/10/61، تاريخ القمص 7/10/67. شوف يا ابني الرقم يا ابني، ادي لهم الرقم في الاتصالات يا ابني اهو، زود عليه 88. يلا يلا من يلا 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 عشان فضايحهم، فضايح الكنيسه المصريه. معلش 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 معلش، روح اصرفها من البنك. معلش معلش اهو، ادي بيانات اهو، التليفون اهو، ادي رقم التليفون، اسم المشترك بولس كيرلس جيرجس، هيئة المحاسبة منزلي، وأدي رقم الحساب 8300 1986 21. أهو أمامكم أهو أمامكم أهو. شيم اليوم كنيسة العار، عار والله، عار وشنار والله.